السلام عليكم. هاد اللايف كنديرو باش نقول لكم وكان فيكم اللي كيعرف انني واحد من المصابين بدا السكري تقريبا هذه واحد 14 سنه. السلام عليكم. سلام. حنا في بلاس لا كوميدي. الفنان المغربي رشيد الوالي يلبي نداء أحد محبيه. لبى الفنان المغربي رشيد الوالي نداء أحد محبيه وهو على فراش المرض بعد أن اتصل به أحد أبنائه مطالبا بزيارته. وشارك الوالي مع جمهوره عبر منصة تبادل الصور والفيديوهات انستغرام صورتان تجمعانه برجل على فراش المرض مشيرا إلى أنها زيارة لأحد محبيه. وقال رشيد الوالي في تعليق مرافق للصور في زيارة لهذا الأب المريض بعد أن اتصل بي أحد أبنائه: عشقه لأعمالي أصبح أمنية، فعزمت على زيارته في بيته بالقنيطرة، مضيفا: السعادة كانت على وجهه وجلس ليتكلم أمام اندهاش أسرته لأنه لم يقوى على الحديث والأكل في المدة الأخيرة، لكن الفرحة كانت في قلبي أكثر منه لأن الله وفقني لزيارته. وأضاف في المنشور ذاته: وشعرت بالرضا في قلبي وكنت ممتنا لأن كل أبنائه وزوجته وإخوانه كانوا حاضرين منحوه الحب والعرفان، لأنه وهو سائق تاكسي صغير علم البعض منهم وساعد البعض الآخر. أرسل لي ابنه وليد أن حالته الآن تدهورت أكثر، وأكون شاكرا لو وجد كل واحد منا الوقت ليزور أحد أقاربه، فلا تتصور الأثر الذي تتركه زيارة المريض فيك وفي أهله وفي المريض. وعند الله أحبك أبو وليد. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.